ازيك يا اطفالي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. النهارده هناخد حرف جديد من حروف اللغه العربيه، هناخد حرف الصاد. طب حرف الصاد اتفقنا مينفعش اسمع صوته من غير الحركات القصيره بتاعته. ايه الحركات القصيره؟ الفتحه والكسره والضمه والسكون. الصاد مع الفتحه صوتها صاد صا. مين صحاب صوت صا؟ صا صاروخ، صا صياد. الصاد مع الكسرة صوتها صي 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 صنارة صي صنارة. الصاد مع الضمة صوتها صو 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 صندوق صو صندوق. ازاي يا اصحابي بنكتب حرف الصاد؟ تعالوا مع بعض يلا نكتب حرف الصاد. ازاي اكتبه؟ اقف عند السطر، اكتب حرف الصاد، اقف عند السطر، اعمل قبه، امشي اقفلها وطبقها نازل تحت السطر. تاني، اقف عند السطر، اعمل قبه، امشي اقفلها وطبقها نازل تحت السطر. احنا ازاي بنكتب حرف الصاد؟ حرف الصاد ليه اشكال كتير. زي ايه؟ فأول الكلمة يبقى مادد إيده عشان يساعد زمايله، وفي آخر الكلمة ليه طبق صغير نازل تحت السطر. يلا نكون كلمة مع بعض. يلا بينا نكون كلمة مقص. تكون إزاي؟ ميم قاف صاد مقص. خدنا حرف الصاد. عايزة أشوفكم كده شاطرين ونتدرب عليه في الكتاب، والفيديو الجاي أشوفكم مع حرف جديد. باي باي.